أمر الزواج أمر خطير جداً، ولذلك ربنا تبارك وتعالى جعل الأسرة الحصن الثالث بعد الإيمان وبعد العبادات. ربنا تبارك وتعالى لما تكلم في قضية الزواج جعل الزواج آية عظيمة جداً، فقال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. تعرفين يعني إيه كلمة آية؟ العلماء بيقولوا لنا كلمة آية، لفظة آية اللي هي العلامة، لما تذكر في القرآن لازم تقف كده انتباه. طب ليه؟ قال لأن ما بعدها سيكون أمر جلل، أمر عظيم جدا. فربنا لما قال ومن آياته ذكر قضية أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالأصل هو أصل الاختيار، أو أصل الاختيار يكون على الدين. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في حق الزوجة تنكح المرأة لأربع، لمالها، لجمالها، لحسبها، ثم قال لدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وبالنسبة للزوج فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ليه الاختيار على أساس الدين؟ اللي يجاوب على النقطة دي سيدنا الحسن بن علي رضي الله تبارك تعالى عنه وأرضاه. واحد راح له فبيقول له يا إمام جاءوا جماعة يخطبون ابنتي فممن أزوجها؟ ناس كتيرة جدا، أتجوزها لمين؟ فقال له لمن يتقي الله، اللي عنده دين، لأنه إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لن يظلمها. هي دي القضية، لأنه لو بيحبها، لأنه خدع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خمس من سعادة المرء إذا اجتمعت: صلاح جيرانه، والبر في ولده، وزوجة حسنت أخلاقها، وكذا خل وفي، ورزق المرء في بلده. اللهم ارزق شباب وبنات المسلمين الزواج الصالح والاختيار السليم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.